بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، أهلا بكم في درس جديد من دروس الـ PMP. ما زلنا في شابتر 1 الخاص بالإنترودكشن، وهنبدأ مع موضوع جديد. في الشابتر الدروس اللي فاتت كنا بدأنا نتعرف على موضوع البروجكت والحاجات الخاصة بالبروجكت. المرة دي هنبدأ ندخل على البروجكت مانجمنت، إدارة المشروع نفسها. الكتاب بدأ في العنوان The Importance of Project Management، إن هو يعرف البروجكت مانجمنت في الأول، وقال إن هي تطبيق العلوم والمهارات Application of Skills and Knowledge. وكنا وقفنا قبل كده مع موضوع Skills and Knowledge، وعرفنا الفرق ما بين السكيلز والنوليدج، وكمان اتكلم على التولز والتكنيكس، ان انا بطبق العلوم والمهارات واستخدم التولز والتكنيكس. التولز اللي هي زي برامج الكمبيوتر مثلا، دي واحدة من التولز. التكنيكس زي التقنيات اللي موجودة في العلم، زي ان انا اعمل بريك داون لأكتيفيتيز، او ان انا ازاي اعمل عملية السكيدجولينج. اطبق الكلام ده على ايه؟ على البروجكت اكتيفيتيز، والهدف من ده ان انا احقق الريكويرمنتس بتاعه المشروع، تو ميت بروجكت ريكويرمنتس، عشان المشروع ان هو المفروض يطلع ديليفربل معين، وبالتالي حققنا المطلوب ده وطلعنا الديليفربل اللي هو مبنى من المباني، بايبلاين، كمبيوتر سيستم او ابلكيشن. كل ده بنقدر ان احنا نطلعه من المشروع على حسب المشروع طبعا، وبيكون خلال الابليكيشن للبروسيسز. ذكر دايما البروسيس او البروسيسز، احنا اتكلمنا عنها مره قبل كده، وهي تعتبر محور الكتاب الرئيسي، لان الكتاب متقسم عباره عن مجموعه من البروسيسز. احنا يمكن الشابترز الثلاثه الاولى هيبقوا حاجه زي فريم ورك او حاجه زي مقدمات كده نظرية، بس بعد كده هيبدأ موضوع النوليدج اريا اللي هي هنعرف بعد كده اللي هي علوم المعرفة نفسها. النوليدج اريا متقسمة على شكل بروسيسز، كل بروسيس ليها انبوتس، تولز وتكنيكس، واوتبوت، وهو ده الوحدة الرئيسية اللي متقسم منها او اللي متقسم بيها الكتاب. وبدأ يتكلم على فوائد الإفكتيف بروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت لما تكون فعلا فعالة، أنا بستفيد، لأن أنا بقدر إن أنا أوفي بالأهداف بتاعة المشروع، ميت بزنس أوبجيكتيفز، وبقدر أحقق توقعات الستيك هولدرز. زي ما قلنا مثلا في موضوع المستشفى قبل كده، مستشفى وفيها مدير عام والأطباء اللي معاه هم دول يعتبروا المعنيين أو أصحاب المصلحة. المعنيين دول أو الستيك هولدرز كانوا عايزين حاجة معينة أو بروجكت معين، وبدأ البروجكت ده يتعمل، فأنا عايز أعمل البروجكت ده عشان أحقق الريكوست أو الاكسبكتيشن بتاعة الستيك هولدرز. بي مور بريدكتابل، ميزة الإدارة الفعالة ان انا بقدر ان انا اعمل دوكيومنتيشن، واقدر اعمل كيبنج ومينتيننج لكل الداتا اللي موجوده اللي خاصه بالمشروع، بحيث ان يبقى الهيستوري معايا، ومن خلال الاستقراء للهيستوري ده اقدر اتوقع المستقبل، متوقع ممكن يكون فيه ايه. لو انا البروجرس بتاعي كان ضعيف، يبقى متوقع انه يفضل ضعيف مستقبلا الا لو عملت تحسين معين. لو انا بعمل بصرف زياده، فانا اوفر ران، يعني صارف اكتر من الميزانيه بتاعتي في الهيستوري اللي فات، فبالتالي لازم اقدر اتوقع ان انا ممكن يبقى فيه اوفر ران في المستقبل، فلازم احاول ان انا اشوف السبب ايه واحاول ان انا اعمل كنترول. والادارة الفعالة برضو بتزود من نسب او احتمالات نجاح المشروع، الـ chance of success، وبقدر ان انا احقق او ان انا اخلص المنتج، deliver the right product، المنتج نفسه احققه او اطلعه في الوقت المناسب والوقت المظبوط، وبالتالي بقدر ان انا احل المشاكل من خلال الادارة الفعالة، واستجيب للمخاطر بشكل كويس، لان ممكن يبقى في مخاطر معينة ان هي تأثر على المشروع، فلازم اكون ان انا مستعد للمخاطر دي ودارسها كويس، عشان لو حصل وتحققت اقدر ان انا استجيب. والفرق طبعا ما بين problem وايشو والريسك، الايشو ان هي حاجة حصلت بالفعل والمفروض ان انا اتفاعل مباشرة معها، اما الريسك حاجة متوقع انها تحصل وممكن ما تحصلش، بس عايز اخطط لها، لو حصلت هعمل ايه. والنقطة اللي بعديها ان انا اوبتمايز اليوز بتاع الريسورسز، ان انا احاول استخدم الموارد، سواء الموارد مثلا البشرية او الفيزيكال ريسورسز اللي هي المعدات او غيرها، اقدر ان انا استخدمهم للليفل الاوبتيمم، يعني الليفل الامثل، ان انا فعلا اكون مستفيد منهم، ما يكونش فيه هدر للوقت بتاعهم، وفي نفس الوقت ما اكونش محمل طبعا عليهم بزيادة. وان انا اتعرف على الفيلينج بروجكت،
اقدر اتوقع ان المشروع ده يعني مش جايب همه، يعني المشروع ده مش هيحقق، او المشروع ده مش مواكب للاستراتيجي بتاعتي، فده ممكن يبقى فيلينج بروجكت، فلازم ان انا اعمل له ايدنتيفاي واقدر اكون قادر على ان انا يعني اعمل له ريكفر لو قدرت، او لو مش هقدر اعمل ريكفر اقدر ان انا اقول لازم نعمل ترمينيشن للبروجكت ده بحيث ان هو فيلينج بروجكت، واعمل اداره للكونسترينز. الكونسترينز اللي هي القيود اللي على المشروع. اي مشروع بيبقى موجود فيه مجموعه من القيود، اشهر انواع القيود مثلا السكوب. السكوب ده واحد من الكونسترينز الرئيسيه. يعني ايه سكوب؟ يعني نطاق الاعمال. يعني ايه برضو نطاق الاعمال؟ يعني ايه اللي انا هعمله في المشروع، ايه هي الاعمال اللي المفروض اعملها عشان اطلع البرودكت ده، عشان اطلع المبنى ده، او عشان اطلع الابليكيشن ده، ايه هي الخطوات اللي انا هعملها، ايه هي الاعمال، هو ده يعتبر السكوب. الكواليتي واحد من الكونسترينز، لان ممكن الكواليتي يبقى مطلوب ليفل معين. السكادجول التايم اللي المفروض اخلص فيه المشروع، المفروض اخلصه مثلا في سنه او في سنتين، يبقى ده كونسترين عليا، ده قيد من القيود اللي عندي. الكوست ان انا لازم اخلصه بالتكلفه بتاعته. الريسورسز لازم ان انا اخلصه في حدود الموارد المتاحه. واقدر ان انا اعمل عمليه موازنه ما بين تاثير احد القيود على القيود الاخرى، يعني مثلا تاثير السكوب على التايم والكوست. لو انا بدير المشروع وعمال كل شويه ازود حته في المشروع، عاجبني ان انا اشطب الفندق ده بشكل لا احسن شويه، طب خلينا نزود فاسيليتي معينه، طب خلينا نزود كذا، طب ما هو ده برضو بياثر على السكوب، بياثر على التايم وبياثر على الكوست، يعني هيزود التايم بتاع المشروع ويزود الكوست. جه المقاول وقال لي لا ما تقلقش من الكوست، الكوست انا ضامن لك ان هو نفس الكوست، بس هتاثر على التايم. طيب التايم ده لما يتغير هل يعني مشكله ليا؟ طبعا يعني مشكله، لان اي استثمار في الغالب ان هو بيكون مبني على فيزابيليتي ستادي. الفيزابيليتي ستادي دي بتقول ان انا درست المشروع في فتره معينه ان هو في السنه الاولى هيجيب عائد كام، والثانيه والثالثه والرابعه وهكذا، فبالتالي متوقع عائد معين ان هو يجي من السنوات دي. لما اجي انا اخر المشروع والاقي ان السنه الاولى اللي كانت المفروض من عمر المشروع تجيب عائد لقيتها انها ما بتجيبش، لان احنا لسه ما خلصناش انشاءات، يبقى حصل كده خلل في الفيزابيليتي ستادي او دراسه الجدوى او الايكونومكس اللي كان مبني عليها فكره المشروع او فكره الاستثمار. ساعتها اقدر اقول ان كان ممكن يكون في استثمار تاني كان هيبقى افضل، لكن انا اخدته عشان هو هيخلص في المده دي او هيخلص بالشكل ده، فبالتالي لما حسبت العائد على الاستثمار لقيته قيمة معينة. لما غيرت لي انت نهاية المدة بتاعت المشروع ده، فبالتالي لما اتأخر سنة بوظ لي الحسبة بتاعت الفيزابيليتي ستادي اللي هي بتقول ان السنة الاولى في عائد والتانية والتالتة وهكذا، فلما باظت دي بقى المشروع ممكن العائد على الاستثمار اقل من المتوقع، وبالتالي لازم ان انا اشوف تأثير كل كونسترين على التاني، مبقاش يعني ايه واخد بالي من كونسترين واحد وسايب الباقيين. واراقب موضوع التشينج او التغيرات اللي بتحصل على المشروع، عشان تغيرات في تغيرات منها مهمه وفي تغيرات مش مطلوبه، ولازم اكون متوقع التغير قبل ما يحصل واقدر ان انا بسرعه اعمل له استيميشن، سواء استيميشن للكوست او استيميشن للتايم، عشان اقدر اخد ديسيشن هل القرار ده او هل التغيير ده فعلا انا محتاجه ولا لا. طب لو خلاص وافقت ابدا ان انا اعمل له ريكوردنج عندي واتاكد هل التغيير ده فعلا تم تنفيذ السكوب بتاعه ولا لسه. على النقيض بدأ يذكر عوامل تانية خاصة بالبور مانجمنت او البورلي مانج بروجيكتس، هينتج عنها ايه لو انا عملت ادارة غير فعالة او ان هي ضعيفة شوية، هيحصل ايه؟ هفقد الديدلاين بتاعي، مش هخلص المشروع في موعده، وزي ما قلنا المشروع بيبقى محسوب على مدة معينة، لو ما خلصش في الموعد ده معناه ان في خسارة، حتى لو ما تكلفتش زيادة في الميزانية بتاعت المشروع، لكن التأخير نفسه يعتبر زيادة. وكنا قلنا مثال مثلا لو في مدرسة او في جامعة وانا بعمل الجامعة دي ان هي تبدأ في سيزون معين، ولو اتأخرت مثلا شهر عن السيزون ده خلاص انا مش هعرف ابدأ وهضطر ان انا انتظر لفترة تانية كبيرة، فده معناه ان تأخير واحد شهر مثلا ممكن اثر لي 4 شهور أو 10 شهور على حسب نوع الجامعة دي بتفتح كل قد ايه. برضه الاداره الغير فعاله ممكن ان هي تعمل كوست اوفر ران، ان انا ابقى بصرف بزياده او يبقى في هدر في الميزانيه او ان انا صارف اكتر من الميزانيه. بور كواليتي ممكن ان انا ما اعرفش اتحكم في الجوده فيطلع لي منتج جودته اقل من الجوده المرجوه، وبالتالي يحصل ريورك ان انا اعيد الشغل مره ثانيه، يعني اكون عملت الحاجه ودفعت فيها وابدا ان انا اقول لا ده جودتها مش كويسه انا مضطر ان انا اعيدها مره ثانيه.
uncontrolled expansion للبروجكت الاقي ان الوقت بقى عمال يزيد وبيحصل تمدد بشكل غير متحكم فيه وانا مش قادر اعمل كنترول على الموضوع ده، وبالتالي ممكن اخسر السمعة بتاعتي في السوق. ليه اخسر السمعة؟ انا مثلا ممكن نقول مثال زي بنك، البنك ده بيعمل فروع في اماكن مختلفة ووعد الناس اللي هم يعتبروا العملاء بتوعه ان هو هيفتح فرع في المكان الفلاني وقال لهم 6 شهور بالظبط ويكون الفرع موجود. عدى 6 شهور وعدى بعديهم شهرين 3 4 5 6 وعدى سنة كمان ولسه الفرع ما خلصش، فبالتالي العملاء نفسهم بيبدأوا ان هم يفقدوا الثقة في البنك ده. نيس على كده معظم الحاجات، ان انا لما بدي وعد ان انا هخلص مشروع في ميعاد معين وببدأ ان انا في السوق ما خلصتهوش، الناس مراقباني والناس عارفة، العملاء بتوعي ملاحظين ان كان المفروض المشروع يخلص كذا وما خلصش، وهم كانوا مستنينه ومتأثرين بان المشروع لسه ما خلصش، فبيبدأ يأثر على الريبيتيشن او السمعة بتاعتي. Unsatisfied stakeholder، الستيكهولدرز نفسهم يبقوا مش راضيين لان هم كانوا عندهم expectation معينة وانا بقدرتي الضعيفة دي ما قدرتش ان انا احقق الاكسبكتيشن بتاعتهم، والفيلير في ان انا احقق الاهداف بتاعت الشركة او الاهداف الاستراتيجية لان انا ما عملتش ادارة بشكل معين فما حققتش الاهداف. بعد كده بدأ يتكلم على ان البروجكت بيعمل creation لفاليو وبنفيتس في المؤسسة، ومدراء المشاريع المفروض ان هم محتاجين يعملوا ادارة فعالة للوقت المضغوط قوي او الميزانية القليلة سواء الشورتر تايم لاين او التايتر بادجت والسكارستي اوف ريسورسز اللي هي معناها ندرة يعني في الموارد، وان هو يحاول يدير الكلام ده كله عشان يقدر انه يطلع المشروع ويطلع مخرجات المشروع، لان عشان افضل كومبيتيتيف افضل منافس في السوق لازم ان انا يكون عندي بروجكت مانجمنت فعاله، لازم اداره المشاريع عندي تكون فعاله عشان فعلا لما اقول ان انا هطلع البرودكت ده في اليوم المعين اطلعه، سواء انا كنت بقى شركه مثلا بتعمل مباني، فندق بيعمل فنادق، او مثلا مستشفى تعمل فرع، او حكومه بتعمل مبنى مثلا دفاع مدني او احوال مدنيه او مركز شرطه، اي بقى حاجه من الحاجات ديت لا شك ان هو بيأثر على السمعة بتاعتها. وحتة الكومبيتيشن طبعا للقطاع البروفيتابل اكتر اللي هي الشركات الهادفة للربح، لما شركة تكون عايزة تنزل برودكت معين وعملت له حملة تسويقية والناس بدأت كلها تتوقع ان البرودكت ده هينزل وبعد كده ما نزلش في ميعاده، فده بيأثر على سمعتها في السوق وبيأثر على الكومبيتيشن ان هي ما تبقاش تقدر تنافس بسهولة، ممكن الشركة البديلة المنافسة ليها تلحق تنزل مثلا برودكت تاني. وبدأ يتكلم بقى في الصفحة اللي بعديها على ان ادارة المشاريع تعتبر واحدة من الاستراتيجيك كومبيتنسي اللي موجودة في المؤسسة، واحدة من المهارات او الكفاءات الرئيسية الاستراتيجية اللي موجودة في المؤسسة، مش اي مؤسسة بيبقى عندها الكفاءة الاستراتيجية دي ان هي تخلص المشاريع بتاعتها within time within budget وتخلصها بشكل كفء طبقا للسكوب المطلوب وطبقا لمستوى الجودة المطلوب، وبالتالي الادارة الفعالة دي بتتيح للمؤسسة ان هي تحقق البيزنس جولز بتاعتها الاهداف التجارية او اهداف البيزنس بتاعتها، وان هي تعمل تنافس بشكل فعال اكتر وبالتالي يحصل لها sustainability او ان هي تبقى في السوق فترة اطول وتقدر تحافظ على كيانها من غير ما العملاء بتوعها يبعدوا عنها او ان هي تفقد العملاء يعني، وان هي تستجيب للتأثيرات بتاعت البيزنس انفايرمنت تشينجز. واحد من الامثلة على موضوع البيزنس انفايرمنت تشينجز مثلا شركة نوكيا، شركة نوكيا كانت بتصنع موبايلز وكانت واحدة من او يعني اهم شركة بتصنع موبايلز وبتبيع الاجهزة التليفون المحمول في العالم، ونظرا لان هي ما تبعتش او ما واكبتش التغير اللي موجود في البيزنس انفايرمنت وجت شركات تانية بدأت ان هي تشتغل على النقطة دي بقوة ان هي تطلع ببرودكتس افضل واحسن وتواكب هي التغيرات بقى اللي حصلت، فالشركات التانية بدأت ان هي تتفوق عليها وبدأ مثلا نشوف ماركات زي سامسونج او ايفون او مثلا واوي او اي شركة من الشركات دي ان هي تنتشر او تاخد ماركت شير، تاخد نصيب في السوق من اللي كانت شركة نوكيا محتفظة بيه، ده نتيجة ان هي ما اهتمتش بالبزنس انفايرمنت تشينجز او التغيرات اللي بتحصل في البزنس انفايرمنت.